بعد البريك رجعنا لحتى نكمل نحن وانتم مشاهدي سوبر تي في بفقراتنا المتنوعة لليوم. وبفقرة انترفيو اليوم رح يكون حديثنا عن شبيبة نور العالم، المؤسسة الكنسية الجديدة اللي تأسست بمدينة القحطانية بكنيسة السيدة العذراء. رح نعرف أكثر عنها وعن فكرة التأسيس، وأيضا أيمت تأسست مع خادم بشبيبة نور العالم جبريل لحده. أهلا وسهلا فيك معنا جبريل للمرة الثانية عبر شاشتنا سوبورو تي في. الله يسلمك، أهلا وسهلا، شكرا كثير لاستضافتكم. لو ما دام، وأكيد سعيدين لوجودك معنا اليوم لحتى تعرفنا ونتعرف أكثر ونعرف كل المشاهدين بشبيبة نور العالم. مثل ما شفنا مؤخرا أنه صار في شبيبة جديدة تابعة لكنيسة السيدة العذراء بالقحطانية، تقدر تخبرنا أكثر عنها أي متى تأسست ومن أين أجت فكرة التأسيس؟ شبيبة نور العالم تأسست ب 3/8/2023. اجت الفكرة تقريبا عم نجهز لها بحدود السنتين، لقدرنا نأسسها على أرض الواقع ب 3/8. الفكرة اجت من الاحتياج الموجود عنا، وقت اللي نحن عنا مركز تربية دينية بيخدم لمرحلة الثانوي. بعد مرحلة الثانوي في شبيبة بتطلع من الكنيسة، في شبيبة بتستمر مع طلاب الثانوي، فكان الاحتياج انه نحن نستقبل الشبيبة من عمر ال 18 فوق لتكون عم تشارك بالكنيسة وبالمحاضرات اللي فيها ويكونوا جزء منها. تمام. كمان جبريل مثل ما ذكرت انه في بالكنيسه عندكم مركز تربيه دينيه، وبالاضافه له اكيد في الفوج الكشفي كمان، وكل مؤسسه منهم هي لها خصوصيتها او لها هدفها وتنظيمها مختلف عن باقي المؤسسات. تقدر تخبرنا عن خصوصيه شبيبه نور العالم بايش اختصت؟ هلا نحكي شوي عن المؤسسات الثانية وبعدين نجي لشبيبة نور العالم. مركز تربية دينية بيخدم تقريبا من عمر 3 سنين، حضانة، ابتدائي، اعدادي، ثانوي. بيصلوا المخدومين لمرحلة الثانوي بعد ما بيخلصوا البكالوريا، انه يا وقت اللي بيطلع على الجامعة يا بيضلوا مع الثانوي عم يحضروا، او بيصيروا خدام مركز تربية دينية أو بيبعدوا عن الكنيسة. ما عندكن تنقول للجامعيين اجتماع خاص، ولا خلص بعد الثانوي مثل ما ذكرت يطلعوا يخدموا مع الخدام تنقول؟ لا، ما عندنا أي شيء، لا جامعيين ولا أي مؤسسة بتخدم الأعمار فوق ال 18. تمام. فهون كانت الحاجة إنه نحن نقوم ونعمل شبيبة وتكون عم تخدم المرحلة اللي بعد ما يخلصوا البكالوريا، الشبيبة الجامعية والمهنية. فمن هون اجت خصوصية شبيبة نور العالم، انه هي بتخدم الاعمار اللي من 18 ل 35 سنة، بدون تمييز انه جامعيين او غير جامعيين. تمام. كمان جبريل إذا بدنا نعرف عن عدد الأعضاء، تقدر تخبرنا إيش قدوة العدد هلا بالوقت الحالي، ومن أي عمر؟ ذكرت أنه من ال 18، ولكن لأي عمر كمان عم تستقبله، وإيش هي خطتكم أو إذا تنقول الاستراتيجية لحتى تقدروا أنتم تزيدوا عدد الأعضاء بالشبيبة؟ هلا بالنسبة للعدد، كون نحن مؤسسة جديدة تقريبا صار لنا 5 أسابيع، كان العدد الإجمالي 45 عضو. تمام. بس تقريبا الأعداد الثابتة بتكون بين ال 30 وال 35، وبعدين في الشبيبة اللي بتطلع على الجامعة أو بترجع واللي مشغولة وهيك، فما بنصل للعدد الكامل بأي اجتماع، بس العدد الكامل عندنا 45. بالنسبة للأعمار، الأعمار هي من 18 ل 30. اختيار العمر كان إنه بعد ال 35 ممكن فرق التفكير راح يختلف بين ال 18 وال 40 مثلا. صحيح. فما عم نكون عم نستفيد هون، ونحن عم نقدم المحتوى اللي بدنا نوصله.
تمام. وراح يصير نفور انه يا هذول اكبر منا يا هذول اصغر منا. فمن هون كانت الفكره انه نحدد العمر يكونوا كلهم مقياس الشبيبه. هلا بالنسبه للخطه انه نزيد الاعداد، نحن عندنا الخطه الايام الجايه انه نحن نقوم بالافتقاد للاشخاص اللي عم يتغيبوا. فبعملية الافتقاد هن راح يحسوا حالهم انه هن جزء من هالشبيبة، واهتمام الشبيبة في وقبول الشبيبة لإله، فهذا الشيء بخليهم ملتزمين أكثر. بالنسبة لزيادة العدد، نحن كبلدة قحطانية قبري حيور هي بلدة صغيرة، صحيح، فالعدد يعني ك 45 شاب وصبية كويس. عم يجوا هو عدد كثير مناسب لهالعمر. يعني الطموح اكثر انه الاشخاص كلها يجوا، بس راح نلاقي صعوبه بين انه هن اشخاص شغيله او عندهم امتحانات او عندهم مناسبات او صحيح، شيء. فالطموح كثير لنشتغل انه نجيب كل الشبيبه، بس مقارنه ببلده صغيره والشباب عم يهاجروا، فنحن عم نلاقي انه العدد منيح. أكيد كمان نتمنى أنه يزيد العدد أكثر وأكثر لحتى الكل ياخذوا الاستفادة الكبيرة من شبيبة نور العالم. كمان جابرييل، نعرف أو إذا بدنا نحكي بشكل خاص الجانب الروحي، دائما بعض من مؤسساتنا اللي عم تكون مختصة بهذا الجانب عم تهتم فيه كثير ويكون مهم بحياة الشباب السرياني. أنتن كشبيبة نور العالم شلون عم تقدروا تنموا عفوا الجانب الروحي للشباب أو للشبيبة؟ بالايام اللي كنا عم نفكر من سنتين ولهلا، كان التحدي الاصعب والمواجهه اللي كنا عم نلاقيها بوجهنا دائما انه هي مين الاشخاص اللي راح يخدموا ويقدر يعطوا محاضرات للشبيبه بهالعمر. تمام. يعني كان كثير تحدي صعب لنلاقي اشخاص، يعني مو اي شخص راح يتقبل محاضره من شخص من نفس عمره او اصغر منه. فهذا كان التحدي اللي عم نواجهه. فبعد ما بلشنا نحط الأساسات لنرسم الفكرة، لقينا بصراحة دعم من الراهب يوحنا آحو والشماس الكبليكي ماهر شكرو. بعدها أول ما أقلعنا لقينا دعم وتشجيع من الشماس جابرييل أسمر كمان. فوجود ثلاثة من الكليروس معنا بالخدمة تمام. عم يشجعنا أكثر وعم يساعد إنه نحن عم نقدم محتوى روحي سليم وعم يصل بطريقة صح للشبيبة. فعم نقدم المحتوى عن طريق الشمامسة والراهب، وبقية الخدام اللي بالشبيبة عم يكونوا عم يقدموا محتوى اجتماعي بإسقاط روحي. تمام. بالإضافة للأيام الجاية المخطط إنه يتقدم أنشطة حركية روحية. يعني بنكون هون استوفينا المحاضرة تكون محاضرة روحية روحية اجتماعية روحية نشاطات روحية، بالإضافة إنه نعطى كمان محاضرة لتورجيا أو تقصيات. فعم نكون عم نشمل الأمور كلها بنفس المؤسسة، ما عم ما عم يعني تكون عم ناخذ مختصة بس المؤسسة بشيء هي معين. محتوى روحي، تمام. عم ننوع عن كل شيء. تمام. كمان جبريل، إذا بدنا نحكي عن المستقبل، لزمن المستقبل، إيش هن خططكن المستقبلية لحتى تقدروا تفعلوا هاي المؤسسة الناشئة؟ هلا بصراحة بالخطط المستقبلية على المدى القريب، عم نفكر بلقاءات مع مؤسسات ضمن الجزيرة لنقدر نحن نعرف عن حالنا أكثر ونوصل رسالتنا الصح لبقية الشبيبة، بالإضافة لنتبادل خبرات مع بعض ونتبادل أمور حياتية مع بقية الشبيبة. هالشي بيزيد الفعالية لخدام الشبيبة وللشبيبة نفسها، أكيد. فبتخليهم مترسخين ضمن يعني ضمن المكان اللي هن موجودين فيه. كمان أكيد هذا الشيء يفتح لنا مجال للتعارف وتكون الشبيبة دائما مرتبطة مع بعض أكثر، لحتى هنا كمان بعدين يقدروا يتناولوا مواضيع أكثر أو يتشاركوا بأي شيء يخص الكنيسة ومؤسسات الكنيسة.
أكيد. تمام. جابرييل، إذا بدنا نحكي عن الهدف الأول والسامي، إيش كان هدفكن الأول أو خطتكن الأولى لحتى هدفكن لتأسسوا هيك مؤسسة؟ هدفنا هو كان من اسم المؤسسة، هي شبيبة نور العالم. نحن عم نعيش بمجتمع أو واقع مظلم، فكنا حابين أنه نعيش كأبناء لله أي نور بالمجتمع. فكانت الرسالة أنه نحن نعيش نور ضمن المجتمع اللي نحن فيه، من خلال أعمالنا أو طريقة تفكيرنا أو طريقة تصرفنا وردود أفعالنا وكل شيء عم نعيشه بالحياة اليومية. فهذا هو الهدف السامي، لنكون عم نعيش علاقة حقيقية مع ربنا، وعم نكون عم نوصل صورة ربنا، إن كان مو بالحكي بالأفعال. صحيح. كمان إذا بدنا نحكي عن الإيمان، أنتن كشبيبة نور العالم شلون عم تقدروا تقووا الإيمان عند الشباب المسيحي، وأيضا تقدروا تقووا رابط أنه يقدروا هن كمان يكونوا بالكنيسة ويتواجدوا بالكنيسة، تنقل بظل هالصعوبات يلي صارت وبالأخص التطورات والتكنولوجيا؟ هلا كثير صعب هو انه في تكون شبيبه بعيده من الكنيسه وترجعي تجذبيها من اول وجديد. عم نلاقي صعوبه بهالشيء. وممكن فكره غريبه انه بعد ما انقطع من الكنيسه فوق 5 6 7 سنين بترجعي تجيبيه، وبظل صحيح. الصعوبات والظروف، يعني الشغل والدراسه والموبايل اللي اخذ جزء كثير من وقتنا. فكتير صعب انه انت ترجعي تجذبيه للكنيسه. بس بحس انه لازم نحن نشتغل اكثر على هالموضوع، من ناحيه انه نحن اخترنا مكان الاجتماع هو ضمن صالات الكنيسه. فهذا الشيء لنوصل فكره انه نحن قد ما بعدنا من الكنيسه نحن جزء من الكنيسه. بالاضافه لاختيارنا للاسم من ايه من الانجيل، انه هو الانجيل هو كل حياتنا. فبنقوي العلاقة والترابط هون من خلال الكتاب المقدس، اللي هو بيعطينا كثير تعاليم لنعيش يعني لنعيش بطريقة صح ليبين إيماننا الحقيقي. تمام. جابرييل، خلال حديثك ولما حكينا عن عدد الأعضاء قلت أنه الأعضاء عندنا من الـ 18 للـ 30، لما عم يصير الاجتماع والمناقشات أكيد كمان هل أعمار في فرق بيناتن من الـ 18 للـ 30؟ في كتير فرق، شلون عم تشوفوا النقاش بيناتن أو تبادل الأفكار والآراء؟ عم يأثر شيء ولا ممكن عم يقدروا يتفقوا على فكرة أو ما عم يكون في خلاف بأي نقاش؟ هلا بنشوف انه في صداقات بيناتهم، يعني ال 18 هو صديق ال 24 وال 25 بالشارع او بحياته، وبنفس الوقت ال 25 هو صديق ال 30 وال 30 وال 35. فبحس انه في تقارب فكري بيناتهم تقريبا. ما فينا نجزم انه هو تقارب فكري تام، لا، في تقارب فكري جزئي بيناتهم. ال 18 بياخذ من ال 25، ممكن ال 25 بياخذ من ال 30، وال 30 بيتنوه له عن فكره من ال 18. ف يعني بياخذوا من بعض، بس لسه في يعني لسه في خطوات للشغل على هيك موضوع. مو كل الاشخاص بيتقبلوا انه شخص اصغر منهم أكيد. هو اللي عم يعلمهم او عم يستفادوا منهم. صحيح. تمام. فالموضوع يعني مع الاستمرار بيكون اوضح اكثر إن شاء الله. كمان جبريل، قبل ما نختم حديثنا لليوم عن شبيبة نور العالم، إيش هي الرسالة اللي تحب توجهها لكل الشباب السرياني بالعالم كله وبالأخص شبيبة قبر حيورة؟ هلا شبيبة السرياني بالعالم حاب خبرهم إنه الخدمة لازم نحن نعيشها بشكل مستمر، أكيد. من خلال قراءتنا للكتاب المقدس والعمل بها. ف حابب انه كل شخص له ميول انه يقدر يعيش الخدمه ويخدم. فخلي لا يقصر، لانه هو شخص مميز بمجتمعه،
يقدر يوصل رسالة معينة يعني بالمكان اللي هو فيه، وأي رسالة هو بيوصلها رح تاخذ مكانة أو رح تأثر ولو بشخص واحد هي، فبتكون أثرت بأشخاص كتير، وإذا أثرت بشخص فهالشخص رح ينقلها لشخص ثاني أكيد. وتنتشر أكثر. أما شبيبة قبر حواري، حابب خبرن إنه شبيبة نور العالم هي تأسست بشانكن، فوجودكن فيها كتير مهم. هي بيت كانت تاني مثل ما حكينا بالاجتماع الأول، والمكان اللي رح تقدر تعبروا فيه عن المواضيع اللي حابين تسمعوا فيها، عن مشاعركن، عن كل شيء حابين تاخذوه من الشبيبة. والشبيبة أكيد رح تكون واقفة جنبكن كل شيء، لأنه كل شخص منا ضمن شبيبة نور العالم عم نعمل بالآية أعضاء في جسد واحد، كلياتنا بنكمل بعض، ما في حدا بيقول أنا أحسن من حدا، لا، أكيد كل حدا منا مميز بمكان معين، بمواهب معينة اللي يفيد تماما. أكيد الأشخاص اللي حواليك، فحابب دائما تكونوا موجودين معنا بالاجتماعات الدورية. احنا كمان نتمنى كل الشبيبة تكون موجودة وتستفاد أكثر وأكثر. جابرييل، خطر لي سؤال تاني قبل ما نختم كمان عن الاس واي جي سوريا تفضل. 2023 على لقاء الشباب السرياني السوري اللي هلا متواجدين بمعرض سيد نايا، وعم نعرف انه هذا اللقاء صار له على مدى 6 سنوات وهذا اللقاء السادس. ايش قد مهم انه شبيبتنا السريانيه تشارك بهيك لقاء، يكون من محافظات مختلفه واكيد يكونوا من ثقافات مختلفه وبيئه مختلفه، وايش الشيء اللي عم يضيف الاجتماع او هذا اللقاء للشبيبه اللي عم تشارك فيه؟ الاختلاف اللي عم نشوفه من خلال لقاءاتنا مع مراكز أو محافظات تانية هو اللي بيخلي تفكيرنا وتطويرنا لحياتنا وخدمتنا هو اللي بيفيد. مشاركة خبراتنا مع بعض، ويعني بتذكر بالاس واي جي جي اللي كان رحت له بال2019، مرة قعدنا وصرنا نشارك انت اي مرحلة بتخدم، انت وين بتساعد وشو بتعمل هيك، فصرنا ناخذ من بعض معلومات او طريقة جديدة لنوصل الفكرة جديدة او شيء مختلف عن الثاني. فوجودنا بهيك اجتماع بيخلينا مميزين دائما لنرجع لمراكزنا لنقدر نفيد اكثر. اجتماع السواي جي جي مهم كثير، خلينا نتعرف على آباء كهنة جداد ومطارين جداد وسيدنا البطرك شخصيا، بالإضافة للي خلينا نتعرف على بعض أكثر وناخذ محتوى روحي فيه. وبالسنتين الأخيرات اللي صاروا نحن عم نقوم بخدمة عملية أكثر، يعني بينزلوا الشبيبة على الشارع إن كانت بيدهنوا الرصيف أو بيقدموا تبرع دم، أو صحيح. هالشيء ممكن الخدمة العملية نحن كثير ناقصة عندنا، ما عم نشتغل عليها. عادة بنعطي بس معلومات وخدمة نظرية، وأنا تمام. لو فلان موقف كان عملت فلان شيء وهيك، فوقت اللي بننزل الخدمة الحقيقية والعملية إنك تتبرع للدم أو تروح توسخ ثيابك بالدهان كرمال يكون الشارع نظيف، فشيء كثير مهم. أكيد. جابرييل، بعد ما عرفنا عن شبيبة نور العالم وحكينا عنها بنقاط كتار وصلنا للختام، بكلمة أخيرة تحب تختم فيها حديثنا وموضوعنا لليوم؟ بالبداية نشكر ربنا على وجوده بحياتنا وعلى هالأيام. نشكر سيدنا البطرك على تعبه إن كان على القناة ولا تعبه بكل الخدمات اللي عم يقدمها. شكرا أكيد. لقناة سوبر اللي هي بتكون عم تسلط الضوء على مؤسسات كنسية أو شخصيات من الكنيسة ممكن ما بيكونوا سمعانين عليها مناطق تانية أو أماكن تانية، فشكرا لألكن وشكرا لكل اللي عم يساعدوا قناة سوبورو.
لو ما دام تودي ساجي جابرييل اكيد لوجودك معنا اليوم واغنائنا اكثر حول الشبيبه، وكمان عرفت كل المشاهدين عن شبيبه نور العالم، واكيد نتمنى لك دائما كل النجاح والاستمراريه مع الشبيبه. تودي ساجي. تودي لمدي. مشاهدي سوبر تي في، وصلنا للختام مع جابرييل لحظة، وخادم بشبيبة نور العالم، عرفنا أكثر عن شبيبة نور العالم الموجودة بكنيسة السيدة العذراء بقبري حيورة، عرفنا أكثر عنه وعن كل النشاطات وأيضا الاجتماعات اللي عم يقوموا فيها. دائما نتمنى لهم كل الاستمرارية والنجاح. مكملين معكم بفقراتنا لليوم، لكن بعد ما نرجع من البريك.